أزمات اقتصادية تعصف بعدد من دول العالم وتتسبب باضطرابات واحتجاجات وتغيير للأنظمة. فلم تكد دول عديدة أن تتعافى من تداعيات وباء كورونا وما صاحبه من إغلاقات ونقص في سلاسل الإمداد، حتى جاءت الأزمة الأوكرانية لتلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصادات الأكثر ضعفاً عبر نقص في إمدادات الغذاء وارتفاع كبير في أسعار الطاقة وأرقام التضخم. يرى كثيرون ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن ما حدث في سريلانكا على سبيل المثال يمثل نموذجاً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول عديدة من حول العالم، فيما انضمت الأرجنتين مؤخراً للقائمة مع تظاهرات واحتجاجات واسعة مع تردي الظروف المعيشية والضغوط الاقتصادية. فما هي الحلول المطروحة، وهل يمكن لهذه الأزمات الاقتصادية أن تحدث تغييراً في دول أخرى؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العليا لانا بدفان، ومعنا من نيويورك المراسل الاقتصادي في ناشونال ريفيو جون فاند. مرحبا بضيفي. سيدة لانا مساء الخير، دعيني أبدأ معك وأبدأ بما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه الكثير من هذه الأزمات الاقتصادية سواء في سريلانكا أو في مناطق أخرى سبب أساسي لها هو حرب روسيا على أوكرانيا والاضطرابات التي أحدثتها هذه الحرب في إمدادات الطاقة، في إمدادات المواد الغذائية، في سلاسل الإمداد الأخرى إلى آخره. إلى أي مدى هناك صحة لما يقوله الوزير الأمريكي؟ يعني بالحقيقة لا يوجد صلة وصل بين ما يحدث الآن في العالم من سوء أزمة تغذية أو سوء إدارة الموارد الطاقية وبين الحرب الروسية الأوكرانية. نحن نعلم جميعا أن من فرض العقوبات على روسيا هي الدول الأوروبية، وهذه العقوبات استهدفت بشكل كبير القطاعات الطاقة النظيفة والقطاعات الغذائية، بالتالي أي دولة تتضرر بشكل فعلي هي السبب الوحيد هو العقوبات التي فرضت على روسيا. أما فيما يتعلق في سريلانكا هذا غير منطقي أن نتكلم أن السبب الأساسي كان الحرب الروسية على أوكرانيا. جميعا نعلم بأن الاقتصاد السريلانكي قد تأذم نتيجة انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009 ولجوء الدولة إلى قروض كبيرة من بنوك الدولية وأيضا إخراج سندات دولية وأيضا على واسعة النطاق، مما يعني أن البلاد الآن تعيش أزمة اقتصادية نتيجة عدم سداد ديونها التي بلغت 150 مليار دولار، وأيضا هي تدين بمبلغ مليار واحد للبنك التنمية الآسيوي. حاولت البلاد في الخروج من هذه الأزمات ومحاولة في سداد ديونها عن طريق تأجير الموانئ والأراضي، وأحد هذه الموانئ تم تأجيرها إلى الصين بعقد 99 عاما، وحاولت الصين إعادة تأميم هذا الميناء وفق عقود ائتمانية ولكن لم تستطع مجددا أيضا السداد الديون، وحاولت طباعة عملتها بأرقام كبيرة وقياسية أدت إلى تضخم قياسي في المال والاقتصاد، وأيضا لا ننسى جائحة كورونا التي عصفت في العالم مما أدى إلى انكماش في القطاع السياحي. سريلانكا تعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي، ولكن فيما يتعلق بموضوع الطاقة النظيفة الغاز والبنزين، نعم هي تستورد بشكل كبير من روسيا، وروسيا قد قالت بأنها تستأنف الآن الحوار قبالة أن تأتي حكومة جديدة للبلاد. الحكومة السابقة أو الحكومة الجديدة لديها شروط مسبقة على روسيا، وهي أن يكون هناك يعني سعر زهيد ومنخفض. روسيا ليس لديها مشكلة في ذلك، في أن تعطي الغاز والبنزين والنفط بسعر منخفض، ولكن الشرط الروسي بأن يكون هناك موطئ قدم لروسيا في المحيط الهندي. يعني هي سياسة تعتمد على توافق الطرفان وتوافق مصالحهما. أما أن نقول أن روسيا هي السبب، هذا كلام مغلوط، وأن البلاد يعاني من الأساس من أزمة اقتصادية. لا شك أن هناك أزمات، لا شك أن هناك أزمات مزمنة وهيكلية في هذه الدول، لا شك في ذلك، ولكن هناك من يرى أن ما فاقم هذا الموضوع هو التعطيل في إمدادات الكثير من المواد الحيوية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا. حتى في الدول المتقدمة والدول الأوفر حظا
في 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 الغرب تحديدا عانت، ونرى اليوم مستويات ومعدلات تضخم غير مسبوقة، كلها نتيجة الاضطرابات التي صاحبت هذه الحرب. وبالتالي البعض يقول لا شك أن لهذه الحرب كان أثر. صحيح هناك مشاكل بنيوية وهيكلية في الكثير من هذه الدول، ولكن الحرب فاقمت ذلك. هذه هي النقطة التي يحاول البعض الإشارة إليها. سيد جون فاند، مرحبا بك معنا، أود أن أسمع رأيك في هذا الموضوع، وما مدى ارتباط الأزمات التي تعاني منها هذه البلاد بالحرب الروسية على أوكرانيا تحديدا؟ أنا أتوافق الرأي جزئيا مع ضيفتكم. أعتقد أن إلقاء اللوم على روسيا كليا أمر خاطئ. هناك بعض العناصر التي هي مرتبطة بهذه الحرب، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الأسمدة وما إلى ذلك. ولكن يجب أن ندرك ويجب أن تدرك ضيفتكم هو أنه في كل عام تقدم أوكرانيا سلة القمح إلى عدد من الدول، وهذا العام اختلف الوضع بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن الشحنات لم تتمكن من مغادرة أوكرانيا، وبالتالي حصل ذلك بسبب الحرب. والحرب بدأت عندما تخطت القوات الروسية الحدود نحو الأراضي الأوكرانية، وإذا لا يمكن القول إن الحرب الروسية لا صلة لها إطلاقا بهذا هذه الأزمات التي تطال عدة دول. إذن هذا ما لدي لأقوله. هل تعتقد أن هذه الدول كانت ستواجه هذه المشاكل عاجلا أم آجلا؟ ربما الحرب سرعت في هذا الموضوع، ولكن كما أشارت الأستاذة لانا قبل قليل، هذه دول اقتصاداتها يعني في حالة يرثى لها، بحاجة إلى إعادة تقييم، إعادة نظر، إعادة هيكلة حتى تخرج من أزماتها هذه. طبعا الحرب لم تحسن الأمور، ولكن عندما نتكلم عن سريلانكا فهناك تقريبا 100 دولة في الوضع نفسه ووضع مشابه لسريلانكا. طبعا هذا لم يتسبب باستقالة رئيس الوزراء ورئيس البلاد. وضع سريلانكا مختلف بعض الشيء، وبالتالي هذا ما تعين عليهم أو تعين على سريلانكا أن تعتمد على قانون متعلق بالطاقة النظيفة. وطبعا كل هذا يعود إلى الانهيار الذي بدأنا نشهده أو بدأت الدولة تشهده منذ العام الماضي، وفشل التعاطي مع التضخم ومع مشكلة السلع أدى إلى تفاقم هذه الأزمة. المعايير التي كانت تتطلب أو المعايير المرتبطة بالنظافة والطاقة النظيفة كانت جيدة جدا بالنسبة لسريلانكا، وبلغت 95% في النسبة. وإذا كانت ناجحة سريلانكا في التعاطي مع هذه المسألة. مثال آخر أستاذ لانا يشير إليه البعض هو الأرجنتين. الأرجنتين الآن أيضا في وضع اقتصادي يعني ليس بالجيد، معدلات التضخم تجاوزت 60%، هناك ضغوط ضخمة على العملة، هناك ارتفاع في تكاليف كل شيء، ولكن بالتحديد تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف العملات الأجنبية إلى حد كبير. أيضا السؤال نفسه، هل لهذه الأزمة أي علاقة بما يجري في أوكرانيا اليوم؟ يعني هناك ربط بين الأزمة جائحة كورونا وما يحصل الآن في العالم. يعني جميع الدول الآن التي تهدد اقتصادها نلاحظ بأنها هي مديونة بقروض كبيرة المبالغ تصل إلى مليارات الدولارات، وهي غير قادرة على سدادها من مئات السنين. لنأتي بمثال هو الدولة وهي لبنان. لبنان هي أيضا تستورد القمح، وما زالت علاقاتها مع روسيا ومع أوكرانيا أيضا علاقات جيدة، وروسيا تصنف لبنان على
أنها دولة صديقة، بالتالي التعاملات الاستيراد المواد الغذائية ما زالت مستمرة. ولكن هل يمكن أن نقول أن تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان كان نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية؟ بالتأكيد لا، هناك عدة ملفات وقضايا الجميع يعرفها، بالتالي لا يمكن لجميع الدول أن نربط السبب الأساسي هي الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن هناك بعض الأهداف أو بعض الأشياء التي ساهمت فعليا بأزمات لعدة دول ومنها الدول المتطورة. أولا بارتفاع أسعار المواد الطاقة، وتلك أتت بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. كان يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينيء عن نفسه بعدم فرض العقوبات على الطاقة الروسية، بالتالي لا أزمات في لدى أوروبا. ولكن هم استهدفوا فعليا قطاع الغاز والنفط، والمتضرر بشكل كبير كان الشعوب الأوروبية. الملف الثاني وهو الملف الأمن الغذائي، روسيا فعليا قد انسحبت من جزيرة الأفعى، مما سمح لعدة سفن أوكرانية محملة بالأغذية والقمح من خروج من الجزيرة وهذا الميناء وتوزيع هذه المواد على الدول الأوروبية أو الدول التي تتعامل معها أوكرانيا. بالتالي روسيا أيضا أخرجت نفسها من مسألة الأمن الغذائي، وعلى أنها هي بما أنك ذكرت هذه النقطة أستاذة لانا، يعني هل هذا يعني بأنه بالفعل الحصار الروسي على هذه الممرات كان السبب في تعطل هذه الإمدادات؟ لأنه اليوم لما سيطرت أوكرانيا على جزيرة الأفعى صار هناك ممرات متاحة لمثل هذه الناقلات. إذن البعض يقول الحصار الروسي هو المشكلة وليس الذرائع التي تطرحها موسكو بأنه ضرورة تنظيف الألغام وكل هذه الأمور، هناك كان حصار روسي على هذه الممرات المائية. ما رأيك في هذه النقطة؟ عندما سيطرت روسيا على ميناء ماريوبول أيضا كان هناك اتهامات لروسيا بأن هي السبب في أزمة القمح. حاولت روسيا التفاوض مع الدول الأوروبية مثل الأمم المتحدة وأيضا مع تركيا بأن يجب على الطرف الأوكراني أولا تفكيك الألغام المتواجدة في البحر ومن ثم خروج السفن وعبورها بشكل سليم. ولكن رغم ذلك، رغم الوساطة التركية، فشلت روسيا في إبهام الجميع بأنها غير مسؤولة، لذلك عملت على انسحاب من هذه الجزيرة. لا يمكن أن نقول أن هناك سيطرة أوكرانية، إنما انسحاب روسي. طبعا هذه الرواية الروسية أستاذ رانا كما تعلمين جيدا. الأوكران يقولون نحن أجبرنا الروس على الانسحاب بوسائل عسكرية مختلفة بالدعم الغربي إلى آخره، لأن روسيا موجودة في هذه الجزيرة منذ الأيام، منذ اليوم الأول أو الثاني من بداية هذه الحرب. ولكن هذا نقاش ربما في مكان آخر. أستاذ جون، دعني أعود إليك للحديث عن السبل للتعامل مع هذه الاقتصادات الضعيفة إذا جاز التعبير. الآن البعض وخاصة في سريلانكا على سبيل المثال يعني يشكو من المعايير والشروط التي تضعها مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما تعلم جيدا عندما تريد هذه المؤسسات مساعدة أي دولة تعاني من ضائقة اقتصادية تضع دفتر شروط يجب على هذه الدولة أن تلتزم به، وهذه الدفاتر عادة قاسية. هل لهذه الاحتجاجات ما يبررها ضد شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أم أن هذا يعني سم لابد من تجرعه إذا كانت هذه الدول تسعى بالفعل إلى تحسين أداء اقتصاداتها؟ أنا لست أحبذ مقاربة الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في معظم الدول، وأعتقد أنها تريد تحقيق بعض البرامج بدلا أن تحقق النمو الاقتصادي. ولكن المشكلة ليست بهذه الشروط بل بسوء إدارة الوضع الاقتصادي التي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي طلبت هذه الحكومات من الصندوق النقد الدولي إعطائها المال. وطبعا لو تمكنوا من إدارة الأوضاع الاقتصادية لما تعين عليهم طلب المساعدة من الصين أيضا. وأيضا سريلانكا نعلم أنها مديونة للصين، وهي تقع الآن في شراك الصين، شراكه إذا ما صح التعبير. وبالتالي
لا يمكن فرض حظر على الصادرات، بل يجب أن مثلا نشجع المستثمرين للقدوم إلى سريلانكا والسماح لهم بقيام ببعض الأعمال من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. طبعا ما رأيناه ما شهدناه مع الرئيس ورئيس الوزراء أمر يجب أن لا يتكرر، لأن هذا أمر حدث فيما سبق أيضا، وبالتالي هناك حاجة لنظام أفضل. إذا ما توفرت هذه الظروف فبالتالي إن السياسات سوف تنجح. لننظر إلى تايوان التي لم تكن بالاقتصاد الكبير والآن أصبح وضعها أفضل بكثير، حتى جنوب أو كوريا الجنوبية وعدد من الدول الأفريقية مثل تشيلي التي تحسن وضعها بسبب أو بفضل السياسات الجيدة التي اعتمدتها. أستاذة لنا نفس السؤال بالنسبة لك، مسألة صندوق النقد والبنك الدولي، الشروط التي تضعها هاتان المؤسستان. أشرت إلى لبنان قبل قليل، هناك أيضا مفاوضات جارية الآن مع لبنان فيما يتعلق بهذا الموضوع. هل لهذه الشروط ما يبررها، أم أنه بالإمكان بالفعل الاستغناء عن بعضها؟ وهناك دعوات في الكثير من الدول، الأرجنتين من بينها، الكثير من الجهات في لبنان يعني ضد ذلك، في تونس الأمر نفسه، هناك الكثير من النقابات والتجمعات تدعو إلى عدم الالتزام بهذه الشروط. هل هذه الشروط ضرورية وأساسية للتعامل مع عملية الهيكلة الاقتصادية برأيك؟ يعني أنا أتوافق مع الضيف بخصوص هذه النقطة، وبأن السبب الأساسي هو سوء إدارة أي بلد تحاول الاقتراض من صندوق البنك الدولي. نلاحظ بأن الدول الآن المتأزمة سواء كانت في الشرق الأوسط أو في أفريقيا أو بعض الدول الأوروبية مثل الأرجنتين، هي لديها سوء إدارة اقتصادية ومالية كبيرة بالبلاد. ونقطة ثانية، هي تعمل على طبع عدد كبير من العملة الوطنية، بالتالي تعمل على تضخيم كبير في القطاع الاقتصادي والقطاع المالي. نلاحظ أن أي دولة تعمل بشكل متتالي وطبيعي في سداد ديونها مثل مصر، لربما تعاني من اقتصاد يعني بسبب جائحة كورونا، بسبب لربما أيضا الحرب الروسية الأوكرانية بشكل طفيف، ولكن لا تعاني كاقتصادات كبيرة ومتأزمة ويذهب الحال إلى انهيار كامل للاقتصاد في البلاد. فما لو قارنا لبنان ومصر نشاهد فعليا هناك اختلاف كبير، على الرغم أن كلا البلدين قد ذهبا إلى اقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكن مصر وفق خطة اقتصادية كبيرة استطاعت التعامل وسداد ديونها على أكمل وجه، على خلاف لبنان نتيجة عدم اتباع خطة اقتصادية واضحة ونتيجة الخلافات السياسية إدى إلى تدهور الوضع على شتى وفي شتى المجالات. طيب الآن نتحدث عن الفترة القادمة أستاذ جون فاند، هل نتوقع مزيد من الفوضى الاقتصادية، مزيد من الاضطرابات؟ هل هذه فترة بسبب كل هذه العوامل التي أشرنا إليها، سواء بدءا من الجائحة الآن مع الحرب وأزمة الطاقة وإلى آخره، هل نتوقع فترة من الاضطراب الاقتصادي؟ قد نرى أيضا أعمال عنف، قد نرى دعوات مشابهة لما يجري في سريلانكا وفي الأرجنتين في دول أخرى ربما. حتى الآن سريلانكا تشهد أمور لم نشهدها من ذي قبل. أنا متفاجئ أنه بالرغم من عامين من الإغلاق التي أغلقت فيها الاقتصادات في عدد من الدول المتقدمة، لم نرى أعمال عنف، والآن بعد انتهاء الإغلاقات نرى مشاكل تظهر من جديد من الناحية الاقتصادية. ولكن أعتقد أن هناك أو أن الشعوب الفقيرة في الدول الفقيرة تستحق التحية، لأنها لم تتصرف بمثل هذا الشكل الذي رأيناه. وآمل ألا تأخذ أو أن تأخذ الحكومات العبر من هذه الأزمات وأن تباشر في وضع سياسات صحيحة، لأن الناس يتأذون في كل أنحاء العالم سواء كان من التضخم أو من عوامل أخرى كما ذكرنا. ومن الملح الآن أن يقوم المسؤولون مثلا الهند وسريلانكا أن يقوموا
التنبه إلى هذه الأوضاع سوف تؤدي إلى المجاعة وإلى موت الأطفال حتى. ومن المؤسف أن لا تقوم الحكومات بوضع سياسات أفضل لتفادي انهيار الأوضاع. أستاذ لنا، ما رأيك، هل نتوقع مزيد من حالات عدم الاستقرار الاقتصادي التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أيضا عدم استقرار سياسي في بعض هذه الدول على غرار ما حدث في سريلانكا وغيرها؟ نعم، بالتأكيد هناك سيناريوهات عديدة لدى عديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا من حدوث انهيار اقتصادي وسياسي كامل نتيجة عدم قدرة هذه الدول على سداد قروضها التي وصلت إلى مليارات الدولارات كما ذكرنا. فأي دولة نلاحظ أنها تاريخيا حتى أنها كانت لديها قروض كبيرة فإنها في عدة سنوات أو في عدة أشهر سوف تتأزم اقتصاديا بشكل كبير. وأعتقد أن السيناريو سريلانكا سوف يتكرر في ربما عدة بلدان ومنها حتى الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك الأستاذة لانا بدفان، الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العليا، كانت معنا من موسكو. وأشكر ضيفنا من نيويورك جون فاند، المراسل الاقتصادي في ناشونال ريفيو. شكرا جزيلا لكم.